شكرا على حفاوة الاستقبال لهذا الجمهور الذواق. نستمع من فضلكم إلى المشرف على هذا المهرجان السيد والي ولاية بدر. تفضل سيدي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وما تبعه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا شكرا للجمهور، شكرا جزيلا للجمهور. اليوم هي الطبعة 42 من المهرجان الدولي الفني. نتمنى لولايتنا هذه الولاية التاريخية، هذه الولاية المليافة، هذه الولاية المجاهدة، وخاصة نحن نتواجد في تلقان العتيقة، هذا الجمهور الذواق للفن. نتمنى لكم كل الأول من المرشي الترحاب. نتمنى لضيوفنا الذين قدموا إلينا من العالم العربي ومن خارج الولاية منا، وخاصة الترحاب بسيدة وزيرة